بعد شكل تأخير الدورة الشهرية. ستيرونات مورق راس قرص 3 مرات يوميا قبل الموعد المتوقع لنزول الحيض ب5 أيام. يستمر توقف الحيض طالما استمر تعاطي ستيرونات نور، وينزل الحيض بعد التوقف عن تناول العلاج ب5 أيام. يحوي ستيرونات نور على أحد مشتقات البروجستيرون الذكوري، وتناوله يحافظ على مستوى البروجستيرون في الدم مرتفعا، الذي بدوره يمنع نزول الحيض، ولا ينزل الحيض إلا إذا انخفض مستوى البروجستيرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.